ويتضمن الشرطين قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. هذا الشرط الأول أسلم وجهه لله يعني أخلص النية لله عز وجل والقصد، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. يدخل الجنة من اتصف بصفتين: أسلم وجهه لله يعني أخلص العمل لله عز وجل، فلا يكون في عمله رياء ولا سمعة ولا قصد لطمع الدنيا، وإنما يؤدي العمل عمل العبادة لوجه الله سبحانه وتعالى، فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. قال صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية: وهو للذي أشرك. والله بريء من عمل فيه شرك، يجب أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون صوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه بدع ولا محدثات ولا عمل لم يرد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويتضمن الشرطين قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. هذا الشرط الأول أسلم وجهه لله يعني أخلص النية لله عز وجل والقصد، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فبدون هذين الشرطين لا يقبل العمل مهما كان ومهما أتعب نفسه فيه، فلا يقبل عمل المشرك ولا يقبل عمل المبتدع، كلاهما مرفوض ومردود عند الله سبحانه وتعالى.